أهلا وسهلا بيكم مواليد برج القوس. رمضان كريم عليكم، ويا رب يكون شهر سعيد. تقبل الله منكم الصيام والقيام، ويا رب يكون شهر كده كله سعادة وأمل وتفاؤل إن شاء الله. طيب نبتدي نشوف بقى توقعات شهر إبريل معاكم. طبعا مواليد برج القوس في عشريات أو في فئات، في اللي منهم قوس أصلي وفي اللي منهم إيه ما بين برجين. طبعا مواليد برج القوس بيبتدوا من تاريخ 22/11 اللي هو نوفمبر ل30 نوفمبر. دول الفئة دول يكونوا ما بين القوس والعقرب، عقرب قوس، يعني ما يقولوش ان انا برج القوس، لا، برج ما بين برجين ما بين العقرب والقوس، يعني يسمعوا قراية العقرب ياخدوا منها جزء اللي يناسبهم، ويسمعوا برضو قراية برج القوس ياخدوا منها اللي يناسبهم. حلو. والموضوع طبعا يرجع لخريطتك الفلكية والزهرة والقمر عندك فين، بيبقى أدق وأوسع طبعا عن الكلام العامي ده. طيب القوس الأصليين بقى اللي هما من 1 ديسمبر إلى 21 ديسمبر، دول بقى أنا برج القوس أصلي، قوس قوس طبيعته ناري. لا، والفئة الأخرى اللي هما من 22 ديسمبر إلى 30 ديسمبر، دول بيكونوا ما بين القوس والجدي، دول اللي هما الطبيعة النارية الترابية، دول برضو يسمعوا قراية برج القوس ويسمعوا برضو قراية برج الجدي، ياخدوا منهم الجزء المناسب ليهم، وحسب طبعا خريطة كل شخص بتاريخ ميلاده الشخصي الموضوع بيختلف تماما. لو قراية شخصية ليك انت بشخصك بتاريخ ميلادك بساعة ميلادك انت. طيب نبتدي كده، عندنا بقى من 1 إبريل ل5 إبريل، الفترة دي معاكوا يا مواليد برج القوس نظامها ايه؟ عايزة اقولكوا الشهر ده من اروع الشهور ليكم برضو زي الشهر اللي فات، يعني الشهر ده شهر ذهبي ذهبي ليكم يا برج القوس بطريقة مش طبيعية. يعني الشمس هتبقى موجودة في برج ناري، برج الحمل، برج صديق ليك يا برج القوس، عاملة قران، يعني هما الاتنين في بيت برج الحمل، الشمس عاملة قران يعني جارة المشتري في البيت السادس مع برج الحمل. طيب ده معناه ايه؟ مواليد برج الحمل اللي عندهم تعب صحي او عندهم مرض او بقالهم فتره بيعانوا من مرض مزمن، ففي تشافي بنسبه كبيره جدا لمواليد برج القوس، عفوا، يعني اللي بقالهم فتره مواليد برج القوس في عندهم مرض مزمن، ففي استشفاء او تشافي في الجانب الصحي، تمام. ففي نسبة كبيرة للي بيعانوا من مرض مزمن من مواليد برج القوس في عندهم نسبة شفاء عالية جدا في هذا الجانب. الحاجة التانية برضو ان عندك تحسن او انقلاب ايجابي في وضعك المهني او العملي، وده هيساعدك، يعني ده هيساعدك على التحسن الصحي اكتر، لان وضعك المهني مستقر، وضعك المهني انت هتبقى مبسوط بيه، ده هيساعدك اكتر انك تتحسن نفسيا وصحيا وجسديا هذا الشهر. طيب يا مواليد برج القوس انتوا بقى هتركزوا الشهر ده على ايه؟ هتركزوا على جانبين، الجانب المال، اجيب فلوس ازاي، ازاي اطور من مادياتي، لو انا معايا فلوس ازاي احط فلوسي في حاجة تزود دخلي، او ازاي احط فلوسي في حاجة تجيب لي فلوس كويسة. هتفكر في فلوس انت محوشها مثلا تقدر تدخل بيها في مشروع او تدخل بيها في حاجة تزود لك دخلك المالي، هيبقى تفكيرك كله ازود فلوسي ازاي، دي حاجة. الحاجة التانية هيبقى تفكيرك ما بين البيت التاني والتالت، هيبقى البيت التالت ده اللي هو هتحسن علاقاتك بالمحيط، يعني مثلا لو علاقاتك بالقرايب او المعارف او الجيران، في زيارات في عزومات، هتبتدي كده تحس ان انت متأقلم مع الناس، تقعد مع القرايب، تقعد مع المعارف، ايه تصل رحمك، الفترة دي هيبقى تفكيرك في الجانبين دول، تصلح علاقاتك بقرايبك واهلك ومعارفك وجيرانك، وما بين ان انت تزود دخلك ازاي، هيبقى تفكيرك كل اغلب الشهر في الامان المادي وتصليح العلاقات العائلية. طيب عندك المشتري هيبقى موجود في البيت السادس وبرج الحمل، عامل اتصال سلبي مع برج الميزان في البيت الاول. طيب انا مش عاوزاك الفترة دي بلاش افكارك تخاطب نفسك بأفكار سلبية تخليك تقف في مكانك، لا عارف تقدم ولا عارف تأخر. يعني نصيحة يا برج القوس، بلاش يكون عندك تذبذب أو تردد في القرارات، لا، شوف القرار اللي بقالك فترة بتدرسه وخطط له وشوف إيه إيجابياته وسلبياته ونفذ، بلاش تخاطب نفسك بكلام سلبي، أنا لو عملت ده أنا عارف هفشل، أنا لو عملت ده مش هيحصل، بلاش إيه، يعني كل ما تتوقع سلبي هيجيلك سلبي، توقعت ايجاب هيجيلك ايجاب، فبلاش تخاطب نفسك باسلوب جلد ذات، بلاش تضغط على اعصابك، بلاش يبقى عندك مرض القلق الفتره دي.
او انت قلق بزياده عن اللزوم على الوضع المالي او الوضع المستقبل بتاعك المالي، فهيبقى تفكيرك شويه في نوع من الضغط على نفسك. بلاش تضغط نفسك الفتره دي. طيب، المشتري في برج الحمل في البيت السادس عمل اتصال ايجابي مع قمر الاسد في البيت العاشر، السادس في العاشر. طيب، فكده حاكم السادس بالعاشر. طيب، في بعض من مواليد برج القوس في عندكم ترقية، في عندكم تكريم، في عندكم مثلا منصب او نقل عملية في العمل اللي انتوا فيه، او البعض منكم هيجيله شغل في بلد تانية، البعض منكم عنده كده. الحاجة التانية ان انت عندك منصب قيادي يا برج القوس هتاخده في شغلك، يعني ممكن تحصل على انك تبقى رئيس قسم. لو انت مجرد مثلا محاسب ممكن تبقى مدير حسابات وهكذا، يعني في حاجة من هذا القبيل كمثال. مشتري الحمل، طبعا حاكم برج القوس كوكب المشتري، كوكب الحظ، كوكب الفلسفة، كوكب العلم، كوكب الدراسة، فلازم نركز على اتصالاته في الخريطة عشان نقدر نستنتج ايه الاشارات اللي تاخدوا منها، سواء تاخدوا بالكم منها سواء سلب او ايجاب في هذه الفترة من 1 ابريل ل5 ابريل. مشتري الحمل موجود في البيت السادس مع عامل اتصال مع برج السرطان في البيت التاسع. طيب، الفترة دي مش حلوة للسفر، مش حلوة ان انت مثلا تقدم دراسات عليا. اللي من مواليد برج القوس بيقدم دكتوراه او ماجستير الفترة دي ينصح بالتأجيل. لو عندك امتحانات هتبقى صعبة شوية، شد حيلك ذاكر كويس عشان تقدر تجتازه بنجاح. الفترة دي برضو منصحكش ان انت لو في عملية جراحية فيها سفر، فللأسف العملية هتؤجل او هتبقى نتيجتها مش من اللي انت منتظره منها، فيفضل تأجل معادها، او لو مضطر ان في الوقت ده فهتبقى مش النتيجة اللي انت منتظرها قوي. في تحسن صحي او كل حاجة، بس العملية دي ممكن تعملها عادي، بس في ليها تبعات هتتطلب عملية تانية عشان يبقى الموضوع كده تشافي كامل، او هتتطلب مثلا تمشي على علاج معين او جلسات علاج معينة عشان تحصل على التشافي الكامل كتابع عن العملية دي. طيب، عندنا زحل الحوت في البيت الخامس، عمل اتصال ايجابي مع ابنك مشتري الحمل في البرج في البيت السادس يا برج القوس. طيب، يبقى كده الخامس في السادس. الفترة دي لو في من بعض من مواليد برج القوس في عندهم ابن عيان او طفل تعبان، في تحسن صحي لابنه او بنته. بعض مواليد برج القوس لو عامل عملية منتظر خبر انجاب، فان شاء الله في خبر انجاب ليك يا امرأة برج الحمل او رجل، عفوا امرأة برج القوس او رجل برج القوس. تقريبا انا حاسة كده في حد فيكم مرتبط ببرج حمل، لان الموضوع بيتكرر معايا كتير البرج ده. تمام. طيب، فكده الفترة دي في تحسن صحي ليك يا مواليد برج القوس. الحاجة التانية في تحسن لصحة أطفالك أو أبنائك. الفترة دي حلوة ليك قوي للسفر للترفيه مع أطفالك أو مع أسرتك أو مع أولادك، سفر قريب وليس بعيد. تمام. طيب، الفترة دي برضو لو أنت يا امرأة برج القوس بتطلبي بولادك يبقوا معاكي كحاضنة مثلا، فهيبقوا يتحكم لصالحك أن الأطفال دول يبقوا معاكي أنت. برضو نقدر نفسرها الخامس في السادس. الفترة دي برضو لو أولادك في دراسة يا مولود برج القوس، فإن شاء الله عندهم تفوق وعندهم نجاحات في الدراسة بتاعتهم. طيب، بلوتو الدلو في البيت الرابع عمل اتصال إيجابي مع مشتري الحمل بالخامس، الرابع في الخامس. طيب، الفترة دي احتمال تفكر تشتري ليك ملكية عقارية أو تشتري عربية أو ممكن تشتري موبايل غالي. فالفترة دي حلوة لكده، يعني مناسبة ليك إن أنت تشتري حاجة باهظة الثمن وتستخدمها كاستثمار، او مناسبة لك انك تشتري شقة باسمك، او مناسبة لك انك تشتري سيارة او اي حاجة تكتبها باسمك بس تكون غالية، او ذهب مثلا. لو امرأة برج القوس الفترة دي حابة تشتري ذهب وتشيله كاستثمار، او ان هي مثلا بتحب تشتري ذهب، فالفترة دي برضو مناسبة لي كيف كده. طيب، زهرة الثور في البيت السابع عاملة اتصال ايجابي مع المشتري الحمل بالسادس، السابع في السادس. طيب، الفترة دي نقدر نقول ان مولود برج القوس لو زوجتك بقالها فترة بتعاني من تعب صحي او من مرض، فعندها استشفاء او تعافي. مطلق برج القوس احتمال الفترة دي مناسبة لك انك ترجع طليقتك او ترجع حبيبتك او ترجع خطيبتك اللي انت بقالك فترة في توتر في العلاقة معاه.
فترة حلوة للارتباط، فترة حلوة شايفاها برضو للجواز، فترة حلوة شايفاها برضو لتصليح العلاقات مع الزوجة. طيب من 5 أبريل ل10 أبريل، ايه الإشارات الفلكية اللي عندنا في خريطتك الفترة دي؟ الشمس في برج الحمل لازالت في البيت السادس، عاملة قران في مع المشتري الحمل في البيت السادس، أيضا فترة رائعة لتحقيق الأمنيات والرغبات اللي بقالك فترة بتتمناها، أو فترة حلوة أيضا لتحقيق تحسن صحي رهيب من مرض مزمن بتعاني منك بقاله فترة. في تحسن صحي، في استشفاء، فترة مناسبة لعمليات التجميل، فترة مناسبة للعمليات الجراحية، اللي هو من 5 أبريل ل10 أبريل. يبقى من 1 أبريل ل4 أبريل نحذر من العمليات، من 5 أبريل ل10 أبريل فترة إيجابية للعمليات الجراحية أو التجميل. اللي بيهتم بالجانب ده سواء رجل أو امرأة، كلام للجنسين. المشترك برج الحمل في البيت السادس، عامل اتصال سلبي مع قمر الميزان في البيت ال12، لازال بطل تخاطب نفسك بطريقة فيها جلد ذات، أو بطريقة فيها تأنيب ضمير لنفسك على حاجات عملتها زمان تفتكرها دلوقتي. البعض الآخر من مواليد برج الميزان هيكتشف أن سبب التعب الصحي اللي عنده بقاله فترة، مواليد برج القوس، هيكتشف أن سبب التعب الصحي اللي عندك بقاله فترة هيكون بسبب سحر معمول لك في الصحة، أو هتكتشف أن سبب التعب الصحي اللي عندك ده بسبب تعب نفسي عندك وأفكار سلبية بتكلم بيها نفسك اترتب عليها تعب صحي. البعض الآخر هيكتشف أن عليه سحر أو عليه طاقة سلبية بالمرض، فده هيبقى برضو اكتشاف لأمر زي ده. مشتري الحمل بالبيت السادس، عمل اتصال سلبي مع برج السرطان في البيت التاسع. طيب السادس في التاسع، الفترة دي يا برج القوس لا أنصحك بالسفر، لا أنصحك أنك تقدم في دراسات عليا، لا أنصحك أنك تقدم في دراسة أو أي كورس بيزود مهاراتك بالعمل، مش هيبقى إيجابي، أو هيبقى كورس نصب، أو هيبقى بترمي فلوسك في اختيار غلط، أو كورس مش مناسب أنت مش محتاجه أصلا، أو ممكن يحصل تأخير في الشهادة اللي أنت هتاخدها، أو الشهادة اللي هتاخدها مش هيبقى ليها أي لازمة، مش هتفيدك في حاجة. فينصح التأجيل في هذه الفترة قرار زي ده. لو عندك امتحان أو اختبار يا طلبة الدكتوراه أو الماجستير في هذه الفترة، فينصح تشد حيلك شوية، تكثف مجهودك عشان تحصل على اللي انت بتتمناه أو الدرجة اللي انت بتنتظرها. طيب نكمل. عندك أورانوس في برج الثور في البيت الثامن، عمل اتصال إيجابي مع مشتري الحمل في السادس. حلو. طيب الفترة دي حلو ان انت ممكن تاخد قرض من بنك عشان تعمل بيهم عملية، يعني هيتوفق لك على القرض ده. الفترة دي حلوة لو انت ممكن تاخد فلوس من ورث تعمل بيهم حاجة لصحتك، تسافر تتعالج برا مثلا. الفترة دي حلوة انك تسافر للعلاج. برضو الفترة دي حلوة انك تاخد قرض من بنك لأي مصلحة شخصية انت محتاجها. برضو الفترة دي حلوة ليك لو انت بتعاني من مشكلة بقالك فترة، خصوصا بالجانب الجنسي مثلا كزوجين، ففي استشفاء من الجانب ده. الفترة دي انت عندك روحانيات والحدث الحدث الحاسة السادسة عندك عالية. الفترة دي احتمال تجيلك فلوس من غير مجهودك الشخصي، يتعرض عليك فلوس من حد، او حد يكتب لك حق من فلوسه ليك. البعض منكم عنده حاجة زي دي. لو انت بتطالب بممتلكات زوجتك وهي كتبالك حق من حقوقها مثلا وتوفت، او انت ارمل يا برج القوس، فممكن تحصل على الحق ده بمنتهى السهولة الفترة دي. او رجل عفوا امرأة القوس بتطالب ورث جوزها وجوزها توفى مثلا، فالحق ده هيرجع لك او هتحصلي عليه بمنتهى السهولة ان شاء الله. حاذر من قيادة السيارة يا برج القوس في هذه الفترة، بلاش التهور ونجري بسرعة عشان ايه نتجنب الحوادث لا سمح الله. تمام. الفترة دي حلوة انك لو عاوز تعمل تأمين على اي حاجة تخصك، حلوة برضو. الفترة دي حلوة قوي للاستشفاء من امراض مزمنة زي ما احنا قلنا. طيب القمر، قمر الميزان في البيت ال12. طيب دي احنا قلناها ان سبب تفكيرك السلبي بيجيب لك سلبي. وضعك العاطفي نقدر نقول ان هو ثابت مستقر ما فيهوش اي مشاكل. الفترة اللي هي من 10 ابريل بقى ل15 ابريل، ايه الاشارات الفلكية اللي نقدر نقدمها سواء ايجاب او سلب هذه الفترة؟ الشمس موجودة في برج الحمل، لازالت عاملة قران مع مشتري الحمل بالسادس، تحسن لازال مستمر معاك في الوضع الصحي. مشتري الحمل بالسادس عمل اتصال سلبي، بلاش يعني انا ملاحظة
في طاقة حسد للبعض برضو احتمال يكتشفها، أو هيحس إن هو بينام كتير، عنده حالة من الخمول أو التعب أو الوهن الجسدي. أنا ليه بنام على طول؟ ليه جسمي تعبان؟ ليه جسمي همدان كده؟ بسبب طاقة حسد للبعض. البعض منكم عامل زي الإسفنجة، خصوصا لو أنت برج قوس، القمري عندك في برج سرطان أو عقرب أو حوت، بتتأثر شوية بطاقة الحسد. طول ما بتقعد مع ناس سلبيين كده كزي الإسفنجة، بتمتص طاقات سلبية من الناس. حاول اعتذر الفترة دي من ناس ما يكونوا مصاصين طاقة ليك. طيب، مشتري الحمل في البيت السادس، بصوا انت حاولوا يا برج القوس كده الفترة دي حذروا من الأشخاص السامة، لأن انتوا الفترة دي مصاصين طاقة للسلبيات. مش هيبقى فيكوا انتم، لا، انتوا بتبقوا قاعدين مع ناس يفرغوا طاقتهم السلبية، يحكوا عن مشاكلهم، يتكلموا عن همومهم، انتوا تمتصوا الطاقة السلبية دي، تلاقوا نفسكوا فجأة يعني انا كنت مبسوط وخارج كويس، مودي بقى سلبي ليه؟ ليه انا متضايق؟ بسبب انك قعدت مع ناس سلبية امتصت طاقة منهم. الحل في الحالة دي ايه؟ تستحمى بملح بماء وملح خشن، تنظف طاقة جسمك دايما بكده، او بالقرآن او بالصلاة او الرقية الشرعية، سماحها بالليل قبل ما بتنام، او ان انت تستغفر كتير، او ان انت لو في اماكن مقدسة تعمل عمرة، او تعمل عمرة مثلا، تغير مكانك اللي انت فيه، تطلع تقعد على البحر شوية. كل ده بيساعد ان المود يتغير معاك او يساعدك على التشافي. تمام. الى جانب قراية اذكار الصباح والمساء وسورة البقرة، دي برضو من الحاجات اللي بتساعد على الاستشفاء لمدة 40 يوم. طيب، قمر القوس في البيت التاني، القمر هيبقى في برجك في البيت التاني، بيت المال، روعة، عمل اتصال ايجابي مع مشتري الحمل بالسادس. الفترة دي حلوة ان انت مثلا لو بقالك فترة محوش فلوس عشان تعمل بيهم عليا، سواء عملية تجميل أو عملية جراحية، ففي استشفاء، أو إن شاء الله الفلوس دي مش هتدفعها هباء كده، هيبقى إن شاء الله فيها استشفاء ليك أو فيها شفاء ليك من مرض بقالك فترة بتعاني منه لا سمح الله. الفترة دي حلوة ليك إنك تمشي على نظام غذائي، حلوة ليك إنك تمارس تمارين رياضية، إنك تروح جيم. الفترة دي حلوة ليك قوي كده. الفترة دي أيضا حلوة ليك لبيت المال، وضعك المالي هيرتقي، وضعك المالي هيتظبط، وضعك المالي هيتحسن بعد فترة عكوسات معاك في بيت المال. كانت في شهر 2 حاجات انت مأجلها، او في كانت ازمات مادية معاك، فان شاء الله لو في ديون كمان عليك هتبتدي تسددها، بسبب ان الامور المادية معاك متزبطة، فهتسدد ديون كتير عليك، او هتحل مشاكل بقالها كتير واقفة بسبب فلوس، او واقفة على فلوس مثلا. طيب، قمر القوس في البيت الثاني، ثواني، برضو اشارة البيت الثاني في السادس، انت احتمال تحصل على خبر بزيادة راتب ليك في شغلك، لان البيت السادس بيت الشؤون المهنيه برضو، فاحتمال تحصل على ترقيه او تسمع خبر زياده راتب ليك في الفتره دي. طبعا الكلام من البعض، لان قرايه عامه وقد لا تنطبق على الجميع، الا بخريطه فلكيه بساعه ميلاد بتاريخ ميلاد قدامي اقدر احكم انها قرايه شخصيه ليك انت يا اللي بتسمعني او يا اللي بتسمعيني، عشان بس يبقى الكلام كده واضح. طيب، قمر القوس في البيت الثاني، عمل اتصال ايجابي مع اورانوس الثور في السابع. الفتره دي حلوه قوي لو انت محوش فلوس بقالك فتره عاوز تتجوز بيها، يلا اتشجع اعمل الخطوه دي. حلوه لعقود الزواج، حلوه لكتب الكتاب، حلوه ان انت تشتري بيت الزوجيه، حلوه ان انت تشتري بيت، حلوه ان انت ممكن تدخل شراكه بفلوسك انت وزوجتك مع بعض، تعملوا شراكه سوا، هتبقى شراكه ناجحه. وحلوه برضو لشراكه الزواج الاثنين، سواء شراكة زوجية او سواء شراكة مع زوجتك عملية، تعملوا بيزنس سواء مع بعض، الفكرة هتبقى ناجحة جدا الفترة دي معاك من 10 ابريل ل 15 ابريل. القمر في القوس في البيت الثاني، عمل اتصال ايجابي مع برج الاسد في البيت العاشر. حلوة قوي، يعني بنسبة انا متأكدة الجزئية دي تنطبق على تقريبا 90% من برج القوس، بالذات لو هما من 1/12 ل 21. الفترة دي عندك ترقية، زيادة راتب، عندك حاجة، خبر يخص فلوس زيادة هتجيلك في شغلك، أو خبر ترقية، أو تنقل من منصب لمنصب في شغلك، أو مثلا بقالك فترة بتطالب بحق أو بتطالب بزيادة راتب من الإدارة، وبيمطلوا بيمطلوا بيمطلوا، فجأة هتحس إن هما بيوافقوا لك على الطلب ده، أو هتحس إن الموضوع متسهل ووافقوا لك عليه ببساطة. فممكن الفترة دي تستغلها انك تطلب مثلا زيادة راتب من الشغل، او تطلب ان انت شايف ان انت بتضغطوني عمليا فلازم اخد اوفر تايم. الفترة دي هتحس ان الادارة بتاعتك بتسمع لك او هتوافق لك على هذا الطلب. تمام. طيب، عندنا من 15 ابريل بقى ليوم 20
الشمس لازالت في برج الحمل صديقك في البيت السادس، ونفس الكلام برضو قران مع مشتري الحمل في السادس. مش هنعيد نفس الكلام، انتوا كده فهمتوا ايه معنى القران ده واستفادتكم منه في ايه. مشتري الحمل في البيت السادس عامله اتصال ايجابي مع قمر الدلو في البيت الرابع. الفتره دي حلوه انك تصلح علاقتك بوالدك. لو بقالك فتره علاقتك بوالدك او زوجتك متوتره، الفتره دي مناسبه انك تصلح علاقتك بيهم. لو في مشاكل بين زوجتك واهلها او زوجتك واهلك، ففي فتره تصالح او في تصالح في هذا الجانب. السادس في الرابع برضو بيدينا إشارة لو في حد من أهلك أو والدك تعبان أو بيعاني من مرض صحي، ففي استشفاء أو هتسمع خبر خروجه من مستشفى أو هتسمع خبر تعافي ليه من مرض ما. لو زوجتك بتعاني من تعب صحي مثلا مش بتخلف، فممكن تسمع خبر نجاح عمليتها وتخلف، أو ممكن تسمع خبر إن في مولود جديد داخل بيتكم، أو تسمع خبر حمل من زوجتك وهكذا. لو أنت اللي عندك مشكلة في الإنجاب برضو، الفترة دي حلوة إن أنت تتشافي او تتعافي او تعمل عملية من اجل الانجاب، وان شاء الله تنجح وتحصل على اطفال. لو عندك اولادك في دراسة او في تعليم، فعندهم تفوق او نجاحات في هذه الفترة يا برج القوس. مشتري الحمل في البيت السادس عمل اتصال ايجابي مع بلوتو الدلو في البيت الثالث. طيب الفترة دي معلش احتمال تسمع لحد من قريبك خبر انه تعب، او خبر لا سمح الله وفاة لحد من قريبك حد من قرايبك او من الجيران مثلا، او حد من المحيط عندك انت بتعزه او بتحبه قوي. احتمال تسمع خبر مش لطيف عنه، عنده مرض مثلا، يتوفى، خبر مش لطيف ممكن تسمعه في الجانب ده. البعض من مواليد برج القوس الطلاب او الطالبات اللي في تعليم الابتدائي هيحسوا بصعوبات شوية في التعليم او في الدراسة، او هيحسوا ان المذاكرة صعبة عليهم او تقيلة شوية كمان الفترة دي مع الصيام بقى والدراسة، فهيبقى الاتنين مع بعض هتحس شوية بتقل. فشد حيلك وان شاء الله ايه تتفوق وتنجح، تتفوق وتنجح. طيب قمر الدلو زهرة الجوزاء، الوضع العاطفي الفترة دي حلو جدا ليك، مش شايفة في اي مشاكل، في تفاهم، في اكشن، في تغيير، في تجديد في العلاقة بينك وبين شركتك. طيب فترة اللي هي من 20 ابريل بقى 25 ابريل، مشتري الحمل في البيت السادس لازال عامل قران مع شمس الحمل ايضا. مشتري الحمل في السادس اتصال السلبي. طيب لازالت الفترة دي برضو مش حلوة انك تصلح علاقتك، احتمال يحصل دروب بينك وبين اخواتك، او خلاف شوية بسيط بينك وبين اخواتك او قرايبك او جيرانك، او سوء فهم بسيط ممكن يحصل، سوء فهم كده انت بتتناقش في فكرة، هما بيتناقشوا بمبدأ، فيحصل خلاف في وجهة النظر، فيحصل ان انت ممكن تقطع اخوك او تقطع قريبك ده بسبب الموقف ده. فتجنب حاجة زي دي تحصل، وخد الموضوع بتروي وتفاهم شوية، وبلاش طاقة التصميم على ان انا صح او انا اللي في دماغي هو الصح. يعني خد الامور بسلاسة وتفهم الرأي والرأي الاخر، بلاش تبقى يعني متعصب للي في دماغك. طيب القمر في برج الثور والزهرة بالجوزاء، الوضع العاطفي اقدر اقول ان في امان عاطفي، في زواج للبعض، في خطوبه مثلا في هذا التاريخ للبعض، في لو انت مثلا مش مرتبط احتمال الفتره دي تدخل في علاقه عاطفيه حلوه، او تحس ان في علاقه عاطفيه دخلت حياتك انت مبسوط او سعيد بيها. طيب احتمال انت برضو الفتره دي مولود برج القوس تبقى عندك لفت للجنس الاخر، هتبقى ملفت، هيبقى عندك حضور من النساء يعني، وكذلك امرأة برج القوس هيبقى عندها جاذبية رهيبة من الجنس الاخر. طيب 25 ابريل ل 30 ابريل، الفترة دي الايجابي والسلبي فيها. طيب مشتري الحمل في السادس عامل قران مع الشمس، تمام. مشتري الحمل في السادس اتصال سلبي. طيب لازال برضو الموضوع ده مستمر معاك، في خلاف يحصل بينك وبين اخواتك الاكبر منك في السن او الاصغر منك، حذر من الفكره دي. احتمال للاسف تسمع ان حد من اخواتك او حد من قرايبك هيقول في ظهرك كلام مش لطيف يسيء لسمعتك شويه في العيله، دي حاجه هتضايقك، لانك هتكتشف ان اللي قال الكلام ده للاسف حد من اخواتك او حد من قرايبك، وللأسف ده هيقول كده بسبب غيرة أو تدخلات من أطراف خارجية ليها مصلحة في التفرقة ما بينكم، لحاجة ليها علاقة بورث أو حاجة ليها علاقة بتشويه سمعة عليك، فانتبه من حاجة زي دي يا برج القوس.
سواء رجل او امرأة الكلام ده. طيب، مشتري الحمل في البيت السادس عمل اتصال ايجابي مع نبتون الحوت في البيت الخامس، السادس في الخامس. طيب الفترة دي لو بتسعى الانجاب ان شاء الله في نجاح للعملية دي. لو في حد من اولادك تعبان في استشفاء لصحة طفلك او لطفلتك، لو انت يعني ولادك كبار برضو وفي تعب صحي بيعانوا منه، ففي ان شاء الله استشفاء او تعافي من التعب الصحي اللي عند اولادك دول. علاقتك باولادك لو بقالها فترة فيها توترات بينك وبين اطفالك، هتحس ان في انسجام، في تفاهم بينك وبين اولادك. في بعض منكم هيسافر سفريات ترفيه، طبعا لان احتمال 25 ده هيبقى تالت يوم عيد او كده، ففي خروجات او ترفيه بينك وبين اطفالك بقى، زيارة قرايب، معارف، جيران، خروجات كتير مع اطفالك. الفترة دي لو امرأة برج القوس بتطالب بحق اولادها هيرجع لها، لو رجل برج القوس بيطالب يشوف اطفاله هيبقى الحق ده راجع له برضو، او اطفاله هيختاروه هو عن امهم، او هيختاروكي انتي عن ابوهم، على حسب رجل برج القوس او امرأة برج القوس. طيب 30/4 بقى اخر يوم في الشهر هيختم معانا بان مشتري الحمل عامل اتصال ايجابي مع زهرة الجوزاء في الثامن. الفترة دي لو في قضية بتطالبي بحقك فيها، او بتطالبي بورث، او بتطالبي ب قرض مناسب ليكي، لو انت زوج رجل برج القوس زوج، فليك حق من ممتلكات الزوجة وهي توفت، فالحق ده هيرجع لك او هتاخده من اهلها، او العكس لو انت امرأة برج القوس وجوزك كاتب لك ورث معين او ملكية عقارية هتحصلي عليها وتبقى باسمك. لو رفع قضية تمكين على زوجك الفترة دي هيتوافق لك على التمكين او هيتحكم لكي انت. الفترة دي حلوة برضو للاستشفاء من الامراض، حلوة لانك تحصلي على املاك الزوج او املاك زوجتك. حلوة الفترة برضو دي للتأمين، لعمل تأمين صحي او اي تأمين على اي حاجة يعني تخصك. طيب مشتري الحمل في البيت السادس عمل اتصال ايجابي مع برج الاسد في البيت التاسع. الفتره دي في تفوق ونجاح للمقدمين على ماجستير او دكتوراه. لو في عندكم اختبارات او امتحانات في هذه الفتره 30 ابريل هيبقى ان شاء الله في نجاح او في تفوق في هذه الدراسه. الفتره دي مناسبه ليك انك تسافر من اجل العلاج، مثلا عندك عمليه من اجل هتسافر لها بره، فالعمليه دي هتبقى ناجحه سواء تجميل او جراحه، فيها تفوق او فيها نسبه نجاح عاليه جدا. او لو انت دكتور وفي عمليه هتعملها بالتاريخ ده فهتبقى العمليه دي ناجحه وان شاء الله هتاديها على اكمل وجه، وهتتسبب في ان انت تحصل على راتب اعلى، او هتتسبب في ان انت تشتهر او تبقى معروف اكتر قدام الناس. مشتري الحمل في السادس عمل اتصال ايجابي مع العذراء بالعاشر، السادس في العاشر. طيب انت عندك تحسن صحي ونفسي بسبب رضاك العملي، يعني عندك رضا عملي بسبب شغلك وضعه مستقر، علاقتك بالزملاء والمدراء ثابته مستقره ما فيهاش مشاكل، وضعك العملي انا شايفاه مريح. مشتري الحمل في البيت السادس اتصاله لازال سلبي مع بلوتو الدلو في البيت التالت، برضو لازالت علاقتك باخواتك فيها بعض التوترات، احتمال تكتشف غيرة او حسد من القرايب، حاذر برضو من هذه الطاقة، استعين على تقضاء حوائجك بالكتمان. مشتري الحمل في البيت السادس عمل اتصال سلبي مع مريخ السرطان في التاسع. طيب نبلاش الفترة دي ان انت ينصح بلاش الفترة دي التجارة الخارجية، وينصح الفترة دي ان انت بلاش تسافر سفر دولي. سفر داخلي اوكي، سفر دولي ترفيه او من اجل التجارة بلاش، اجلها شوية. طيب يبقى كده الوضع العاطفي لبرج القوس. ايه لسه فاضل 3 دقايق، نحاول نتكلم عن الوضع العاطفي كده باختصار. مواليد برج القوس ابريل 2023، ايه الوضع العاطفي بالنسبه لهم هذا الشهر؟ في خطوبه للبعض في بعض منكم في علاقه حب حقيقيه، وفعلا العلاقه دي هي حب العمر وهتصل للخطوبه. البعض منكم اللي منفصل باطفال في تفاهم او انسجام بينك وبين طليقك، هتقعدوا تتكلموا تتفاهموا وفي بينكم اطفال، فده هيخلي العلاقه ان شاء الله يحصل بينها رجوع بعد مرحله انفصال، لانك قدرتي ذاتك وبينتي لطليقك انك تستحق انك تتحبي وتتقدري اكتر من طريقته معاكي، فده هيزود نظرتك يعني يعني هيزودك في نظره وهيتلهف انه يرجعك تاني. طيب الوضع العاطفي برضو لمواليد برج القوس ابريل 2023، البعض منكم
كان في علاقة عاطفية كان شاكك فيها أو كان خايف منها، هيتأكد إن الشك ده مش في محله وإن الإنسانة دي كويسة أو أمان ليه، وهيطور العلاقة لشهر عسل. احتمال البعض منكم على آخر أبريل في زواج وشهر عسل للبعض. العلاقة البعض الآخر المرتبطين كان في علاقة خسرتوها أو انفصلتم، في صلح وعودة للعلاقة دي، وهتتعرفي على شخص جديد كأنك أول مرة تعرفيه، وانت بقالك فترة منتظرة يرجع العلاقة دي. هو بيحبك وهيرجع العلاقة معاك يا امرأة برج القوس، وهيبقى داخل بعرض كمان، يعني مش داخل يتسلم، داخل عاوز يستقر معاك. ايه الوضع العاطفي برضو ايضا؟ ايه البعض منكم هيدي فرصة لعلاقة كانت عملت مشاكل عائلية كتيرة بين عيلتك وعيلته، لكن ربنا هيقف في العلاقة دي وهيبقى ليها نصيب انها ترجع تاني عشان ليكم قدر مع بعض. الكلام ده للجنسين سواء رجل او امرأة. البعض الاخر من مواليد برج القوس هيبقى عاوز يتجوز واحدة مثلا او مرتبط بانسانة، هيقعد يتكلم معاها في وضعه المهني والوضع المهني، اسافر ولا اقعد، في نقاش كده بينك وبين حبيبتك عشان تقدر تاخد خطوة زواج منها. وواضح ان انت كنت سبتها اصلا بسبب الظرف المادي ده، فانت هترجع تصارحها بانك بتحبها وانك بعدت عنها بسبب الظروف المادية دي، وفي صلح في العلاقة. تمنياتي ليكوا بالسعادة يا برج القوس.